وهذا التبكير له أثر عظيم على نفس الإنسان حينما يخرج الإنسان وهو من بعد في أول الوقت يبكر إلى صلاة الجمعة ويستطيع أن ينام ويستطيع أن يرتاح ويتذكر أنه 6 أيام في الأسبوع وهو في هذه الدنيا في همها وغمها وكربها في نفسه وماله وأهله وولده، فإذا بمناد الله يناديه لهذا اليوم أنه يوم عيد له، يوم عيد وفرحة حينما يأنس بربه ويأنس بذكره، فيخرج إلى الله في هذا اليوم وفرغ نفسه لله عز وجل فيقبل، فيكون إقباله أسبق الناس ويكون أسرع الناس إلى المساجد تبكيرا وشهودا، فيحرص على هذا الخير العظيم والأجر العميم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل.